أهلا وسهلا بحضراتكم. دعوني في البداية أرحب بالسيد توني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة والوفد الأمريكي المرافق. زيارة الوزير بلينكن إلى القاهرة تأتي في إطار عدد كبير من الزيارات المكوكية التي قام بها الوزير الأمريكي للمنطقة وللقاهرة، ونحن دائما نرحب به ضيفا عزيزا هنا في مصر. الوزير الأمريكي تشرف في بداية اليوم بمقابلة السيد رئيس الجمهورية، وكانت مقابلة مطولة وكانت صريحة للغاية، وتناول فيها السيد الرئيس مع الوزير الأمريكي كل ما يتعلق بتطورات العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة في ظل الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين الصديقين. هذه علاقات قوية ومتينة تمتد لأكثر من عقود طويلة من العمل المشترك، من المصالح المشتركة، ومن التفاهم المشترك. السيد رئيس الجمهورية أكد صباح اليوم في اللقاء على متانة هذه العلاقات والحرص المشترك من جانب البلدين الصديقين للعمل على مزيد من تطوير وتعزيز هذه العلاقات. كما تعلمون الوزير بلينكن معي اليوم، أطلقنا مجموعة العمل الخاصة بالتعاون المشترك بين مصر والولايات المتحدة في قطاعات السياحة، التعليم العالي، التربية والتعليم، والثقافة أيضا، وبحضور عدد من السادة الوزراء المصريين، السيد وزير التعليم العالي، والسيد وزير السياحة والآثار، والسيد وزير التربية والتعليم. قبل أن نطلق أعمال هذه الجولة في إطار الحوار الاستراتيجي، كان لنا لقاء مطول بيني وبين الوزير بلينكن وبين الوفدين، تحدثنا فيهما عن العلاقات الثنائية، عن تطوير هذه العلاقات أيضا، عن مجموعة من الملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين الصديقين. كما قلت منذ قليل، العلاقات الثنائية علاقات قوية. تحدثنا اليوم بشكل مفصل عن مزيد من تطوير هذه العلاقات، عن الطابع الاستراتيجي لهذه العلاقات، عن الحرص المشترك من جانب الولايات المتحدة ومن جانب جمهورية مصر العربية على العمل على مزيد من تطوير هذه العلاقات في إطار بطبيعة الحال الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. مصر دولة إقليمية كبيرة ودولة رئيسية، الولايات المتحدة قوة عالمية كبرى، وبالتالي من الطبيعي أن يكون هناك حوار مطول، علاقات قوية ومتينة، وأيضا تشاور مستمر بيننا حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهمنا. تحدثنا اليوم باستفاضة عن التعاون في قطاع الاقتصاد والاستثمار، وهناك تفهم مشترك وحرص متبادل على تطوير هذه العلاقات الاقتصادية، وفي القلب منها بطبيعة الحال الاستثمارات الأمريكية وتشجيع الاستثمارات الأمريكية وتشجيع الشركات الأمريكية على العمل في السوق المصري والاستفادة من الفرص الهائلة التي يتيحها الاقتصاد المصري لهذه الشركات. ونتحدث قريبا في الربع الأول من العام القادم لعقد منتدى الأعمال المشترك المصري الأمريكي، خاصة بعد عقد المفوضية الاقتصادية المشتركة بين البلدين في العاصمة واشنطن منذ أيام قليلة. تحدثنا أيضا عن التبادل التجاري وأهمية تطوير العلاقات التجارية بين البلدين ومزيد من نفاذ المنتجات إلى الدولة الأخرى. تحدثنا باستفاضة عن التعاون في قطاع التربية والتعليم والتعليم العالي. إن شاء الله اليوم سيتم التوقيع على اتفاقيات
لفتح أفرع لثلاث من الجامعات الأمريكية العريقة، ستفتح أفرع لها هنا في مصر جنبا إلى جنب العديد من الجامعات العالمية والدولية المرموقة، سواء من اليابان أو من كندا أو من ألمانيا أو من غيرها، والتي هي حريصة على فتح فروع لها لتطوير العملية التعليمية الجامعية هنا في مصر. تحدثنا أيضا عن العلاقة القوية، علاقة التعاون القائمة في مجال التربية والتعليم وبناء المدارس، ونحن نقدر الدور الأمريكي في هذا الشأن. تحدثنا أيضا عن قطاع السياحة، وهو القطاع شديد الأهمية في علاقتنا الثنائية. تحدثنا عن المقصد السياحي المصري باعتباره مقصدا رئيسيا للمواطن الأمريكي، سواء السياحة العلاجية أو السياحة البيئية أو السياحة الثقافية أو سياحة الشواطئ، ففي تنوع للمنتج وللمقصد السياحي المصري. تحدثنا عن الثقافة، وباعتبار مصر هي هوليود الشرق، وبالتالي التعاون في قطاعات مثل صناعة السينما، الثقافة، الفكر، النشر، وأهمية تكثيف التعاون بين البلدين في المجالات الثقافية، باعتبار أن هناك أجيال جديدة في مصر والولايات المتحدة لا تعرف الكثير عن الدولة الأخرى، وبالتالي علينا مسؤولية من تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية التي تقرب البلدين والشعبين الصديقين. بالتأكيد تحدثنا عن العلاقات في المجالات المختلفة، خاصة مجالات التعاون في مجالات الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة، وأيضا الطاقة النظيفة وقطاعات النقل والمواصلات والاتصالات. كل هذه المجالات تحدثنا عنها. اتفقت مع صديقي توني بلينكين في على أن يكون هناك جدولا زمنيا لعقد باقي مجموعات العمل المتفق عليها في إطار الحوار الاستراتيجي في الفترة القادمة. أيضا يعني تحدثنا عن الالتزام المشترك والتوجيهات المشتركة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفخامة الرئيس جو بايدن للعمل على إعطاء مزيد من دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بين البلدين الصديقين. تحدثنا أيضا عن العديد من الملفات الأخرى الثنائية. تحدثت عن المرشح المصري والعربي والإفريقي لمنصب مدير عام اليونسكو، وأهمية أن نرفع هذا الظلم التاريخي عن الحضارة العربية العظيمة والحضارة المصرية العظيمة، بأن يكون هناك مديرا عاما لليونسكو من مصر ومن المنطقة العربية. تحدثنا عن العديد من الملفات الإقليمية والدولية، التحديات الخطيرة التي تواجه الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وفي القارة الإفريقية وفي منطقة البحر المتوسط، وفي أيضا والتي تواجه العالم في ظل حالة الاستقطاب الحالية، تفرض على بلدين كبيرين بحجم الولايات المتحدة وبحجم مصر أن يكون هناك حوار مستمر وحوار دائم بينهما. تحدثت أنا من جانبي عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتحركات المصرية الشديدة الإيجابية في تنفيذ هذه الاستراتيجية بصفتي رئيس اللجنة العليا لحقوق الإنسان، وما نقوم به من جهد في هذا الشأن ليس لإرضاء أي طرف خارجي، ولكن لمصلحة الشعب المصري، والتزاما من السيد رئيس الجمهورية بإطلاق الحوار الوطني وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ضمن المفهوم الشامل لحقوق الإنسان الذي يركز على الحقوق الإنسان المدنية والسياسية، حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، حقوق الإنسان الثقافية أيضا. تحدثنا عن الأزمة الخطيرة
في قطاع غزة، واتفقنا وكان هناك تطابق في موقف البلدين وموقف الوزيرين فيما يتعلق بالحاجة الملحة للوقف الفوري لإطلاق النار وحقن دماء المدنيين الفلسطينيين وسرعة التوصل إلى اتفاق يقضي بإطلاق سراح جميع الرهائن والأسرى، وأيضا النفاذ العاجل والكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والطبية إلى سكان القطاع. تحدثنا بشكل مسهب عن الأهمية البالغة لوقف التصعيد ومنع التصعيد وخطورة انزلاق المنطقة إلى أتون حرب إقليمية خطيرة. تحدثنا عن الوضع وكان هناك يعني حديث مطول عن الوضع في السودان والأزمة في السودان وأهمية وقف إطلاق النار وأهمية نفاذ المساعدات أيضا إلى كافة الأنحاء في السودان. تحدثت من جانبي عن الأهمية البالغة لعدم وضع الجيش السوداني الوطني في نفس الكفة مع أي أطراف أخرى، وأهمية العمل على تعزيز دور المؤسسات السودانية والدولة السودانية حتى تطلع بدورها في الحفاظ على وحدة السودان ووحدة الأراضي السودانية. تحدثنا عن الأزمة الليبية والأهمية البالغة لسرعة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وأهمية التحرك في هذا الشأن للحفاظ على وحدة الأراضي الليبية. تحدثنا أيضا عن قضية المياه باعتبارها قضية وجودية لمصر، قضية لا يمكن التهاون أو التفريط بها. تحدثنا عن أهمية التوصل إلى اتفاق حول السد الإثيوبي، وأنا تحدثت من جانبي عن الأهمية البالغة لأن يكون هناك اتفاق قانوني ملزم بالتأكيد لتشغيل هذا السد وأهمية عدم الإضرار بمصالح دولتي المصب طبقا لقواعد القانون الدولي، خاصة وأن هذا النهر هو نهر عابر للحدود. تحدثنا أيضا عن منطقة القرن الإفريقي وما تموج به من اضطراب، وشددت من جانبي على الأهمية الحيوية للحفاظ على وحدة الدولة الصومالية والحفاظ على سيادتها. تحدثنا باستفاضة عن مكافحة الإرهاب، فهناك بالتأكيد تعاون مشترك بين الولايات المتحدة وبين مصر في مجال مكافحة الإرهاب، هناك مصلحة مشتركة بالتأكيد، ومصر لديها تجربة رائدة وناجحة في مكافحة الإرهاب وفقا لمقترب شامل يركز على جميع أبعاد المشكلة بما في ذلك التنمية الاقتصادية والاجتماعية ووقف التمويل عن التنظيمات الإرهابية، بالإضافة بطبيعة الحال إلى عنصر مكافحة الفكر المنحرف والفكر المتطرف، خاصة وأن لدينا العديد من المؤسسات الدينية العظيمة الرائدة وفي مقدمتها الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية. تحدثنا عن قضية الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط من خلال مسألة أهمية إخلاء هذه المنطقة من كافة أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها الأسلحة النووية بطبيعة الحال. سوف نستمر في العلاقات التشاور والتعاون، وهذه علاقة قوية، علاقة استراتيجية متينة تحقق مصالح البلدين الصديقين على أساس احترام كل طرف لسيادة الطرف الآخر وعدم التدخل في شأنه الداخلي. علينا مسؤولية مشتركة في تحقيق الأمن والاستقرار في هذه البقعة الهامة من العالم. ومرة أخرى أرحب بالوزير بلينكن في مصر وبالوفد المرافق وأدعوه لإلقاء كلمته. شكرا جزيلا.